من فضلك لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. تجاهل المغرب بشكل كامل ما أدلى به الرئيس الجزائري عبد المجيد من تصريحات في حوار خاص مع قناة الجزيرة الذي بثته يوم الأربعاء الأخير، وهو الحوار الذي تحدث فيه عن العلاقات والخلافات مع المغرب، وهو نفس الأمر مع فرنسا وإسبانيا اللتين لم تتفاعل على المستوى الرسمي بأي شيء تجاه ما صرح به بشأن العلاقات مع باريس ومدريد. وبالرغم من أن الرئيس الجزائري تحدث عن المغرب بشكل موسع في هذا الحوار، حيث اعتبر أن العلاقات مع الرباط وصلت إلى نقطة لا عودة، وكرر كلامه بشكل قضية الصحراء التي اعتبرها قضية تصفية استعمار، وتحدث عن العلاقات المقطوعة بين البلدين وغيرها من الخلافات، إلا أن كل هذا لم يخلف أي صدى لدى الرباط التي تجاهلت الحوار بشكل تام. كما أن إسبانيا بدورها لم يبدي مسؤولوها أي رد فعل أما صرح به الرئيس الجزائري في حواره مع القناة الإخبارية القطرية، حيث اعتبر أن موقف إسبانيا الداعم للمغرب في قضية الصحراء هو موقف فردي لرئيس الحكومة بيدرو شانسيز، وأشار إلى أن الأزمة ستستمر مع إسبانيا حتى حدوث تغيير حكومي. وبخلاف المغرب وإسبانيا، فإن حديث الرئيس الجزائري عن فرنسا اتسم بإعطاء الإشارات على قرب تجاوز الأزمة القائمة حاليا بين البلدين، وهي الأزمة التي كانت قد نشبت بعد قيام باريس بتهريب ناشطة صحفية مطلوبة للقضاء الجزائري، حيث تم تهريبها من طرف المخابرات الفرنسية بشكل سري من الجزائر ثم إلى تونس ومن هناك إلى فرنسا. وكانت الجزائر قد عربت عن غضبها الشديد مما أقدمت عليه فرنسا وسحبت سفيرها من باريس في الشهرين الماضيين، لكن الرئيس الجزائري أشار إلى أن عودة العلاقات مع فرنسا يبقى واردا وغير مستبعد خلال حواره الأخير، وبالتالي أعطى إشارات إلى قرب عودة السفير الجزائري إلى منصبه في باريس وطي ملف الخلاف مع فرنسا. لكن بالرغم من هذه الإشارات الإيجابية التي قدمها الرئيس الجزائري بشأن العلاقات مع فرنسا، إلا أن الأخيرة لم تتفاعل مع ما صرح به عبد المجيد عن طريق الإشادة بتصريحه مثل ما سبق أن كانت تفعل، الشيء الذي يجعل خرجة الرئيس الجزائري الإعلامية دون أي أثر أو ردود فعل من أطراف المعنية. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة سبقا أجاب في حوار صحفي مع قناة العربية في العام الماضي أن المغرب لا يمكن أن يرد على الجزائر في كل شيء تصرح به، لأن الجزائر حسب بوريطة لا تتوقف عن الإدلاء بالتصريحات تجاه المغرب. دمتم بخير وإلى اللقاء.